السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وهذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وبخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم البنات في هذا الفيديو الجديدة غادي نقدم لكم واحد الوصفة شوية غريبة بما فيها اسمها الخبزة العجيبة. كنتمنى البنات هذه الوصفة تنال الاعجاب ديالكم ونمشيو للمقادير. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجوا الربعه ديال الكفته، يا اما مشرمله يا اما عاديه، انا جبتها مشرمله، وكذلك البصله مشلضه كيف ما كتشوفوا، بصيله متوسطه او لا صغيره كيف ما بغيتوها، المهم ولا البصله اللي كانت متوجده عندكم. كذلك غادي نحتاجوا جوج كورجيطات حكيتهم كاملين في الحكاكه، وجوج خيزويات حتى هما حكيتهم. بالنسبه اللي ما بغاش يحكهم بهذه الطريقه يقدر يديرهم مربعات صغار، ولكن من الافضل يحكهم. نحتاجوا كذلك الربيع المعدنوس والقزبر، ربعات الفرماجات، كاس الا ربع ديال زيت العود كيف ما كتشوفوا، غادي نحتاجوا الخميره ديال العجينه، معلقه كبيره، وكذلك الملحه على حسب المعيار اللي غادي، يعني على حسب شحال تاع الدقيق، معلقه ديال سنيده، كذلك معلقه ديال السمسم او الزنجلال، نحتاجو بيضه وجوج معالق ديال الزبده كيف ما كتشوفوا، والدقيق يعني على حسب الكميه اللي بغيتو. غادي نحتاجو كذلك الخميره ديال الحلويات والماء كما كتشوفوا. غادي نحاولوا دابا نوجدوا العجينه ديالنا، تقدروا ديروها البنات غير بيديكم، ماشي ضروري زعما العجانه وهذا، يعني هذا العجين تقدروا تخدموه غير بيديكم. بالنسبه للخليط راني كندير الدقيق مع البيكنج باودر او الخميره الحلوه، سنيده، الخميره والملحه، كذلك غادي نزيدوا الزيت العود كذلك. انا الماكينه كنزيد كل شيء بخطره واحده، وبالنسبه للماء كنبقى نخوي شويه بشويه، يعني حتى كتبان ليا العجينه متماسكه ورطبه، يعني على حسب العجين، على حسب الدقيق كما كنقول لكم دائما، على حسب الدقيق النوع ديالو واش كيشرب دغيا ولا ما كيشرب. هذا خليط بسيط، عجينه بسيطه، يعني تقدروا ديروها غير بيديكم كيف ما كتشوفوا البنات. انا غادي نخلي الخليط حتى بالنسبه للحشوه الاولى البنات، في مقله كي بحال هادي غادي نحط جوج معالق ديال الزبده، ونضيف عليهم الكورجيت وخيزو اللي حكيتهم في الحكاكه، مع الربيع والبزار ومليحه، وكذلك التوابل الاخرى الا بغيتو تزيدوهم، ما بغيتوش راه البزار والملحه راهم كافيين. انا زدت قنجبير وزدت القزبر اليابس وزدت الحرقوم، وغادي نديرهم على نار مهيله يتشحروا مزيان. كل ما شفتوها نشفات شويه غتبقاو تزيدوا جوج معالق ديال الماء حتى تبان لكم الكورجيت وخيزو طابت مزيان، يعني من الاحسن انكم تخليوها على نار مهيله حتى يطيبوا مزيان، وكل ما نشفات هذيك الخضره غادي يعني نشفات بزاف
كتزيدو شويه د الماء، كتعطيو الفرصه للكورجيت وخيزو انهم يطيبو مزيان من الاحسن باش ما يكونوش ناشفين. المهم كيف ما كتشوفوا البنات، انا زدت التوابل، يعني هادشي بعد المرحله اختياريه، بغيتو ديرو غير مليحه وبزار راهم كافيين ماشي مشكل. انا زدت الحرقوم والسكنجبير، وكما كتشوفوا انا غادي نحطهم فوق العافيه يطيبوا وغادي نتلقاو من بعد. هذه هي العجينه البنات كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خليتها ترتاح لمده 15 دقيقه، غادي نجيو دابا نديرو فيها كويرات، يا اما 3 يا اما 4 على حسب الحشوه اللي عندكم او على حسب الطبقات اللي بغيتو ديرو. يعني تقدروا تكتفيو غير بجوج طبقات او الا 3 او الا 4، يعني الاختيار ليكم. انا درت 3 الطبقات حيت عندي جوج حشوات، انا درت 3 الطبقات. بالنسبه للعجينه البنات راه كتجي طبار طبه بزاف وكتجي هشيشه ملي كطيب. كنبقاو نقادو هاد الكويرات كيف ما كتشوفوا البنات، وغادي نحطوهم يرتاحوا شويه بما اننا غادي نبسطوهم وغادي نديروا ليهم الحشوات ديالهم باش ندخلوها على الفران. بالنسبه للفران راه في هاد المرحله كنسخن الفران باش يكون سخون مزيان، باش الا غندخل ليه الخبزه يكون
لما شفت البنات كنحطوا الطبقات ديال العجين من بعد ما نبسطوهم بالتلاك ديالنا، كتبسطي لاباط الاولى كتفرشي كدهنيها بالفرماج العادي، الفرماج المثلثات او المربعات اللي كان المتواجد عندك، كتحطي الخضره اللي تصوتيتها طابت كتحطيها من الفوق، كديري لاباط الثانيه وكديري عاود الفرماج ومن الفوق الكفته، عاد كديري لاباط الثالثه وكتسديها بجنب يا اما بالفرشيطه يا اما بيديك، ولكن من الاحسن خصها تسد مزيان باش داك الخليط من اللي يكون في الفران ما يخرج من بعد الطهي ديالو، يعني خاصكم تسدوها مزيان في الجنب باش ما تخرج لكم هذيك الخضره اولا الكفته اولا داك الفرماج اولا الموتزاريلا ما يخرج مع الجوانب. كيف ما كتشوف البنات انا دهنتها بالبيض مع الحليب من الفوق، كاين اللي كيدير البيض مع الخال، يعني المهم البيض بوحدو او لا المهم اللي الاختيار ديالكم اللي حبات خاطركم. من بعد البنات غادي نزوقها انايا بالزنجلان، تقدروا ديروا الزنجلان او لا البوافغ او لا ما ديروش كاع والو تخليو غير البيض، يعني على حسب الاختيار ديالكم او على حسب اللي كان متواجد عندكم. كيف ما كتشوفوا البنات من بعد ما ندير ليها الزنجلان غادي ندخلها الفران على درجه الحراره 180 درجه، العافيه تكون شاعله من التحت ومن الفوق، يعني باش تطيب مزيان وتطيب بخطره واحده. وهذه هي البنات الخبزه العجيبه ديالنا اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كتجي محمره من الفوق ومن التحت كتجي زوينه بزاف والعجين كيكون هش. كنتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا ليا سبسكرايب وجيم او تعليق، نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.